من النهاردة مفيش بايظ. الشركة الهندسية للصيانة بتقدم لك 20% خصم على جميع صيانات زانوسي، توشيبا، وارشويل، أريستون، كريازي. لو عندك تلاجة أو غسالة بايظة ما تشليش هم، الشركة الهندسية للصيانة هتحللك كل مشاكلك وترجعلك أجهزتك الجديدة. كل اللي عليكي تتواصلي معانا على 010-62-52-93-68 010-23-7655-41. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج عيون الحياه. في البدايه احب اشكر قناه الصحه والجمال والاداره وكل قائمين على البرنامج على الموسم الاول اللي احنا قضيناه معاكم، واتمنى ان شاء الله يكون الموسم الثاني ينول اعجابكم. احنا النهارده حبينا يكون معانا الدكتور فهد العمده، استشاري امراض النساء والتوليد جامعه الازهر. مساء الخير يا جلال. مساء الخير يا محمود. الله يخليك. الحمد لله. مساء الخير يا دكتور، منورتنا. اقول لك ايه؟ الحمد لله. تمام؟ اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور فهد، انت النهارده نورتنا وشرفتنا، وعندنا اسئله كتير قوي هنسالها لحضرتك، وان شاء الله نبقى خفاف على حضرتك النهارده باذن الله. ان شاء الله يا دكتور. ان شاء الله يا دكتور. ان شاء الله. دكتور فهد، ممكن بقى تكلمنا عن الصحة الإنجابية للمرأة، وإيه الفيتامين اللي هي ممكن تاخده كويس اللي هي في فترة الحمل تبقى صحتها كويسة؟ أولا هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمل يبدأ يعني إنك تحضر بيه قبل الحمل، يعني قبل الحمل لازم تخش الحمل وهي صحتها كويسة. يعني لو عروسة لسه جديدة مثلا تهتم بالتغذية الصحيحة، حاجات المفرش، بلاش الحاجات اللي هي مصنعه اللي فيها مواد حافظه، الحافظه والحاجات المصنعه. تهتم بالفيتامينز، اهم حاجه الفيتامين سي، فيتامين دي، فيتامين اي، وخاصه فيتامين دي كان مهمل خالص الفتره اللي فاتت. احنا دلوقتي بدانا نتكلم عليه كتير. انا يمكن كان من اوائل الناس اللي احنا اشتغلنا على فيتامين دي في من تقريبا من 5 سنين، ما كانش في عليه كلام خالص. بس كان الحاجه اللي خلتنا ندور، او انا يعني افكر فيه شويه، كان بالصدفه كده مقابل واحد كان في مؤتمر، فقال لي ان هم بداوا يشتغلوا على فيتامين دي مع الفايبرويد اللي هو الاورام اللي فيا. فكان الكلام ده كان بره يعني في امريكا وكده، ففكرنا وقلنا طيب هم كانوا بيجربوا، جابوا الاورام اللي فيها دي حطوها بره يعني بعد ما استوصلوها. حطوا عليها فيتامين دي، لقوها انها بتنكمش شويه، الحجم بتاعها بيقل. فبدا احنا قلنا طيب ما نجرب احنا جوه الجسم نشوف احنا الفيتامين دي. بدانا احنا ندور، طب الناس اللي عندها فايبرويد دول او الاورام اللي فيها، الاورام اللي فيها هل عندها ديفيشنز اوف فيتامين دي؟ يعني الفيتامين دي عندهم نقص في فيتامين ولا لا؟ بدانا ندور، عملنا بحث، فعلا لقينا فعلا اللي عندهم اورام ليفيه مقارنه بالاصحاء اللي ما عندهمش عندهم نقص في الفيتامين، وخاصه ان احنا كنا في دراستنا ان احنا دايما الفايبرويد ده بيزيد مع الناس النيجروز اللي هم السمر. ايوه. طب ليه السمر بالذات؟ لا، لقينا ان السمر فعلا عندهم فيتامين دي ديفيشنسي. فيتامين دي ده من ارخص الفيتامينز اللي موجوده في العالم كله، ده من الشمس. كفايه انك تقعد في الشمس حوالي تلت ساعه، تلت جسمك متعادل شويه، ده هيحسن فيتامين دي، فبيحسن. ولقوا برضو فيتامين دي بيقل مع في الشتاء ويزيد بقى في الصيف شويه، على اساس برضو في الشتاء الغيوم والحاجات دي فبتحجب الشمس، فبالتالي برضو فيتامين دي. فاحنا جبنا حالات، لقينا فعلا الحالات اللي عندها اورام ليفيه، وخاصه الاورام الليفيه المتعدده او الكبيره، بيكون الفيتامين دي عندها نقص فعلا.
فقلنا طيب احنا لو صلحنا الفيتامين دي ده هل ممكن يحسن شوية؟ احنا كانت الدراسة كانت فترة صغيرة يعني حوالي 6 شهور لسنة، فما كانش فيه الانكماش اللي هو واضح على اساس ان احنا لازم نوصله الليفل معين. بالزبط. يعني هو دايما كان اللي احنا لقيناهم كان 7، هو الطبيعي المفروض بيزيد من 20 لـ35 لحد الماكسيم بتاعه 100. تمام. فوق ال 100 طبعا او فوق ال 100 يعني 120 بيبقى فيه توكسيستي. فيتامين دي خطورته بس انك انت لو خدته انجكشن او حقن زياده عن حقه بس لازم يحصل تحاليل بقى علشان نشوف النسبه اللي الجسم بيحتاجها، على اساس ان الفيتامين دي ده فات سولوبل يعني ما هواش بيخرج عن طريق البول، لا ده بيمتصه الجسم في الدهون فبيتخزن في الدهون بيمتصه الجسم فعلا، فبالتالي ده لازم نحسبه كويس يعني. بس احنا اللي عندهم فيتامين دي ديفيشنسي جامد هو 7 و8، احنا لقينا في ناس عندها 7 في ناس عندها 2. يعني حضرتك يا دكتور بتنصح لازم نصلحه الاول بتنصح اللي يقوم تحاليل يعني تعمل تحاليل عشان لو جسمها محتاج الفيتامين دوت بتاخده، لو جسمها مش محتاجه فطبعا هيسبب لها طبعا اكيد ازعاج في جسمها. فهو غالبا يعني على اساس برضو ان الفيتامين دي ديفيشنسي بالذات ده بيعمل ما هو ما بيعملش تشوهات بس مشكلته انه ممكن يعمل اجهاد متكرر، وفي حاله فعلا كانت عندي فعلا كانت عندي اجهاد متكرر او حوالي يمكن 6 مرات ورا بعض. بس بالنسبه للتشوهات بيبقى بعيد عنها الفيتامين ولا ايه؟ لا ما ثبتش او حاجه ان الفيتامين دي ديفيشنسي بيعمل تشوهات. دي صلحنا لها برضو الفيتامين دي في الاول، وقلت خلاص احنا نصلح فيتامين دي وبعدين نبقى نشوف، مع ان احنا ما عملناش بحث يعني كامل بس احنا قلت يمكن ده هو السبب جايز. فعلا صلحنا الفيتامين دي وخدت حقن بقى وبدا لحد وصل لحد 35. هو لازم يتاخد حقن ولا بيتاخد؟ لا هو لو ديفيشنسي تحت ال 20 تاخد حقن علشان يبقى سريع. بعد كده ممكن نمشي بأقراص، بس الأقراص هي في تقريبا في حدود 4000 وحدة يوميا. ده كل اللي هو تحت إرشاد الطبيب يا جماعة، كده ما فيش حد بياخده منه طبعاً. نفسه طبعا وهو موجود في الأكل، بس هي المشكلة الناس اللي هي ملهاش ميول للخضروات ولا الحاجات لا هو موجود أكتر في الأسماك الدهنية، الأسماك عشان هو فات سولوبل يعني بيدوب في الدهون، فهو الاسماك الدهنيه هي اكتر السلمون والحاجات دي. السلمون دكتور فهد كنت معلش كنت اسالك على حاجه كده، يعني ايه هي طريقه التعامل مع تاخر الانجاب؟ يعني بص هو في المفروض يبقى في سكيدولز كل واحده يعني انفيدولايزد كل واحده، يعني كيس كل كيس كل كيس هو في خطوط عريضه لازم نمشي عليها أكيد. بس في كل واحده ليها لازم اول زياره تفصل لها الخطه اللي انت هتمشي عليها، ما تمشيش بهازارد يعني. تمام. فهي الطبيعي اول ما تيجي الزوج والزوجه المفروض يعني مش قبل سنه، ده المفروض، بس هو بيستعجلوا بقى يا دكتور بيستعجلوا. لا وبالذات بقى يعني الحما وال دايما مين. هو لسه ده تقريبا لسه. في الصباحيه ايه الحكايه اتاخرت ليه يعني. ده حقيقة فهي ما نبعد الستريس عننا خالص، وده ليه مهم جدا حكايه الستريس دي، لدرجه ان في حالات كتير بنبدا معاها منشطات ونقعد شهر واثنين وثلاثه. بعد ثالث شهر بحب ايه اقول لهم لا ريحوا شويه عشان نبدا نهدى نفسيا، عشان كل شهر برضو لما تنزل دوره بيبقى الحاله النفسيه عندهم دكتور يعني العامل النفسي بيبقى اكيد طبعا بيبقى ليه تاثير. هو عندك الهرمون اللبن اللي هو برولاكتين ده بيزيد مع الاسترس فالهرمون اللبن برضو بيعكس شويه الحمل. وفي بنات برضو في فتره لسه قبل الزواج بيبقى عندهم الهرمون بتاع اللبن دوت، ممكن يعني بيأثر بعد كده على فتره الانجاب بعد ما بيتجوزوا. صح يا دكتور؟ مصر. يعني انت بتنصحهم برضو اللي هم برضو يعملوا شيك اب على الهرمونات عامه كده قبل الزواج علشان تبقى في حاجه. هل بيبقى مده معينه يا دكتور ولا هي بتبقى يعني في قبلها بشهر شهرين ثلاثه؟ يعني في فتره اللي هي بالتحضير، في التحضير يعني قبلها يعني اول ما تبدا مشروع الزواج نبدا نعمل نشوف هل هي فيها مشكلة او لا، وخاصة لو كان عندها في تكيسات بتبقى على المبايض فبتاخد فترة علاج، ممكن ديت برضو بتعالجها قبل الزواج حضرتك؟ تحضير مش علاج. على اساس ان في ناس مش معقول واحدة آنسة ونبدأ نديها منشطات مثلا. طب انا لسه هسأل السؤال ده، افرض هم قبل يعني قبل الزواج مثلا بشهرين ثلاثة عملوا التشيك اب دوت، افرض ظهر حاجة
هل الحاجه ديت ممكن تأثر على تأخير الزواج ولا يستمروا عادي طالما يتجوزوا يعني الحاجه دي وبعد كده نبدا نعالج خلاص بقى مفيش مشكله يعني العلاج في الاول لا بس ممكن حد يقول مثلا نعالج الاول لا هي تشيك بس واحده مثلا عندها عيوب قلقيه او تشوهات في الرحم هتعرفوا يقرروا لكن لو كانت حاجات بسيطه تكيسات مثلا عدم تنظيم في الدوره تشوهات قلقيه في الرحم يا دكتور بتمنع الانجاب على حسب في تشوهات من حاله لحاله يعني من حاله لحاله في مثلا حاله ما فيش رحم خالص زي بطنه المهجر كده حضرتك لا ولا دي حاجة ودي حاجة دي حاجة ودي حاجة اتفضل حضرتك يعني لو واحدة ما عندهاش يوترس خالص ورحم خالص دي هم يعرفوا خلاص ويقرروا إذا كانوا يكملوا أو لا لكن مثلا في واحدة عندها حاجز رحم ده من التشوهات الخلقية الموجودة ده حاجز الرحم دلوقتي لا بيتفصل بهستروسكوب اللي هو منظار الرحمي بنخش بنشيل الحاجز ده خالص وبيحصل حمل عادي في ناس بنكتشف بس الحاجز ده وهي حامل مثلا جايه حامل وبتحمل عادي في ناحيه من بيبقى ده الحمل اللي خارج الرحم اللي بيسموه خارج الرحم امال ايه بقى يا دكتور حمل خارج الرحم ده حاجه تانية خالص هو ده جوه الرحم بس في جزء منه في النصف الثاني في يعني هما نصين المفروض هو في التكوين بيبقى ناحيه وناحيه مبيض انبوب والرحم وبعد كده بيحصل له فيوجن بيتلاشى الحاجز ده المفروض ما بيأثرش على الحمل يعني ما يأثرش لما انت هتفصل الحاجب ده من الرحم لا بالعكس هو ده لو ما فصلناهوش هي في الغالب بتولد قيصري لاسباب انه في الغالب ده بينزل برجليه عشان المكان اللي فوق بيبقى واسع فبالتالي الاوسع حته بياخدها الراس في الاول فبالتالي هو في الاول المفروض بيبقى برجليه وبعد كده يبدا يلف بدماغه فهو ما فيش مكان يلف فيه يلف حته فيه. ضيقه شويه فهو دايما فانت بتشيل الحاجز ده بتوسع له الدنيا ولو لقينا الحاجز ده موجود في واحده صدفه مثلا واحنا بنعمل قيصريه بنشيله واحنا شغالين يعني انت عندك الرحم مفتوح فبتقصه والله ودايما ده افاسكولار يعني ما فيهوش دايما بيبقى فايبرس او يعني متليفه قصه ده مش يعني ما بيعملش اي مشكله ما بيعملش مشاكل طب بالنسبه للسؤال بقى ايه الطرق العلميه يا دكتور في حالات تاخر الانجاب يعني زي ما قلت حضرتك الاول تحضير ان هم يبقوا اصحاء كويسين بعد كده اول بعد سنه من الزواج المنتظم الكويس اللي ما فيهوش اي مشاكل خالص ما هوش مسافر مثلا ما هوش عنده شغل دايما بيشغله شهور وبعدين يرجع اول حاجه بنعملها هي تحليل السائل المنوي للزوج دايما يقول لك انا كويس انا لا بنمتنع عن حاجه زي كده بس ده حاجه بسيطه جدا بنعملها وبعد كده ايه نأمن جانبه خلاص انت كويس نتجنب الرجل وبعد كده نتجنب عشان الست عشان نقول عليها كويسه لازم نعمل الفحوصات ديت الفحوصات اول حاجه الهرمونات بتاعتها هرمونات المبيض نفسه اف اس اتش ال اتش برولاكتين الحاجات دي كلها بعد كده كويسه خلاص يبقى ناخد فرصه في حدود 3 شهور مثلا باندكشن بمتابعه التبويض المنتظمه بتحديد مواعيد العلاقه الزوجيه ونشوف حصل حمل خلاص يبقى خير وبركه ما حصلش يبقى الخطوه الثانيه نطمن احنا خلاص اطمنا على المبيضين ان دول شغالين كويس بالمتابعه التبويض تمام يعني عندنا الطرف الثاني اللي هو الانبوبتين عشان هو المبيض بيطلع البويضه بتخش على الانبوبه هي بتبقى انبوبتين يا دكتور بتبقى يعني لو الانبوبه حتى لو واحده مقفوله مفيش اي مشكله الثانيه كويسه بتبقى خلاص. كويسه يعني ما بتحتاجش تسليك يعني ما تقولش لا انا لازم اسلك ديت بدل ديت كويسه علشان يحصل حمل ما احنا عرفنا ازاي ان دي مقفوله بالاشعه الصبغه الاشعه الصبغه دي تشخيصي واحيانا بتكون علاجي التشخيص ان احنا بنشوف هل سالكين في قفله او في اي حاجه وعلاجي كمان احيانا بيبقى في بعض المخاط القافل حاجات بسيطة مع الحقن الصبغة بيطلع المخاط ده بره فبيتسلك في نسبة كبيرة جدا بتوصل حوالي 30-40% من الحالات انه يحصل حمل بعد تمام يبقى كده حضرتك في الأول الرجل يعمل الرجل تحليل الأول. السائل بتاعه بعد كده نتجنب الرجل ونخش على المرأة بعد الأشعة بالصبغة دي بنديها برضو فرصة لحد 6 شهور في حالات برضو 6 شهور مش كتير يا دكتور؟ لا مش كتير ده بعد السنة
بعد السنه اللي بعد هم السنة بقول اول زياره بعد السنه السنه المشاهدين يكونوا عارفين عشان هو كل دوره منتظمه كويسه فيها تبويض والانابيب كويسه مفيش اي مشكله عندهم خالص وبيخلفوا اساسا وبدون موانع حمل نسبه الحمل في كل سايكل من 20 ل 25% تمام فبالتالي لازم تاخد فرصه ان احنا مش كل دوره جت يبقى لا في مشكله لا مفيش مشاكل وخاصه برضو احيانا بيحصل حمل تمام. فعلي ولكن البويضه المخصبه او الجنين ما بيحصلش دي انغماس في بطانه الرحم فبالتالي ما بيكملش بنسميه سب كلينيكال ابورشن او كيميكال بريجنسي الحمل اللي هو ما بيكملش الحمل الكيميائي تعمل الاختبار احيانا كتير وتلاقي نفسها احنا لو عملنا اختبار حمل لكل واحده قبل الدوره بيوم هتلاقي نفسها او بعد ممكن تلاقي نفسها حامل بس بتنزل دوره برضه ده اسمها سب كلينيكال ابورشن او ايه كيميكال بريجنسي ان احنا نعمل اختبار ما كملش هو حمل كيميائي حمل كاذب مفيش دكتور كنت عايز اقول لحضرتك على دول المرازير الجراحيه بس حضرتك هترد عليه ان شاء الله بعد الفاصل فاصل ونتواصل ان شاء الله النهارده مفيش بايظ الشركه الهندسيه للصيانه بتقدم لك 20% خصم على جميع صيانات زانوسي توشيبا وايتويل اريستون كريازي لو عندك ثلاجه او غساله بايظه ما تشيليش هم الشركه الهندسيه للصيانه هتحل لك كل مشاكلك وترجع لك اجهزتك الجديده كل اللي عليكي تتواصلي معانا على 010 62 52 93 68 010 23 76 55 41 أعزائي المشاهدين رجعنا لكم تاني بعد الفاصل أستاذ محمود كان عنده سؤال هيسأله الدكتور فهد اتفضل يا محمود أنا كنت عايز أعرف حضرتك إيه دور المناظير الجراحية في حالات الإنجاب أو تأخر الإنجاب بس يعني إيه يعني حضرتك اسرده لنا كده بقى عشان السادة المشاهدين يقدروا بس إيه بقى بالتفاصيل يا دكتور يعني كده أي حد كده ما عندهوش الخبرة أو عايز يستفسر فصلها له وجزئها له كده وقولها له بالراحة لا بسيطة جدا بسيطة إن شاء الله اتفضل يا دكتور هو المناظير الجراحية طبعا غيرت المفهوم خالص للأمراض النساء والتوليد أساسا هو ليه دور كبير جدا جدا في الإنجاب تمام في الأورام بعد كده وفي العمليات الأخرى بس في الإنجاب كانت البداية هو طبعا البداية كان المنظار التشخيصي تمام احنا نشخص كنا زي ما قلت لحضرتك كنا بنعمل الصبغه اشعه بالصبغه وبعد تمام. كده نشوف ناخدها فرصه قلنا حوالي لحد 6 شهور واحيانا بتيجي النتيجه بعد سنه يعني ما فيش مشكله فما حملتش الفتره دي مع وجود التبويض الكويس مع ان الاشعه قالت في انبوبه على الاقل كويسه يبقى نلجا للمنظار الجراحي تمام الا اذا لقينا في الاشعه بالصبغه ان في قفله في مشكله يبقى على طول نخش على المنظار الجراحي على طول ما نضيعش وقت المنظار الجراحي في منظرين عندنا في منظار بطن ومنظار رحم وده يا دكتور ما فيش قبليه حاجه يعني وسطيه ان انت حضرتك تبدا على طول لا اما بعد لو كان في مشكله يبقى على طول نخش المنظار هي مش بنفس الشهر طبعا اكيد طبعا يعني مش بتكلم في التوقيت خلاص بس بتكلم ان ما فيش حاجه ثانيه يعني على منظار تمام المنظار البطن ده دي معلش يا دكتور ده بياخد قد ايه يعني بين ده وده حوالي يعني شهر مثلا الاشعه بالصبغه ولا هي شهر حوالي شهر على اساس برضو الصبغه نفسها ممكن تعمل تأثير. يعني شويه انفلاميشن كده يعني بيبقى عندنا امل بعد بعد الصبغه بيبقى انت بسايب فتره امل ممكن يحصل لو ممكن كان يحصل حمل بعد الاشعه بالصبغه طبعا طبعا
فمنظار البطن ده حاجة بسيطة جدا، بتعتبر العملية سيمبل يعني، ما هياش الفتح والعمال ده، بيبقى فتحات صغيرة تحت السرة، فتحة حوالي سنتي الناحيتين نص سنتي. دي بنج كلي يا دكتور؟ بنج كلي، بنخش بكاميرا بسكوب. وايه الفرق يا دكتور بين البنج الكلي والجزئي؟ البنج الكلي ان احنا بنبنج الجسم كله. تمام. عشان احنا في الجلب بنحقن طبعا او بننفخ البطن زي ما بيقولوا يعني بغاز ثاني اكسيد الكربون، فبالتالي ده بيبقى فيه اريتيشن شويه او وجع في المعده او تحت الفرينك اللي هو تحت تقدر تستحمله الحجاب الحاجز، فبالتالي لازم نبنج كل الجسم. تمام. في ناس دلوقتي يعني يعني تخدير بنشتغلنا نصفي في بعض الحالات يعني. بعض الحالات لما يكون فيها مشاكل شويه فبنشتغل نصفي وبيدي سيديشن وكده فالامور بتمشي. فبنخش بالسكوب ده وبرده بنحقن صبغه برده تاني على اساس ممكن القفله دي ممكن تكون سبازم او تقلص في الانبوبه نفسها اثناء الحقن، فبالتالي ما هي مش واخده بنج غالبا فبتبان انها قفله. بس لما تاخد بينج وريلاكس خالص مع الحقن بنلاقي احيانا كتير ان الانبوبه لا ما كانتش مقفوله ولا حاجه، دي مفتوحه. فبالتالي برضو بتستفيد من المنظار. المنظار برضو بنشخص اذا كانت حوالين الانبوبه دي التصاقات ولا لا. ممكن تكون الانبوبه سالكه في الاشعه السالكه. التصاق بقى في ايه يا دكتور؟ بس يكون التصاقات حوالين الانبوبه، الانبوبه مثلا لازقه في القولون، لازقه في جدار البطن نفسها من عمليه سابقه، من واحده مثلا كانت عندها زايده ملتهبه وانفجرت، في كيس على المبيض مثلا وانفجر عمل شويه التصاقات حوالين الانبوبه، التصاقات في وراء الرحم نفسه ممكن ياثر كتير على الانجاب. ده في حاجات بقى كتيره يعني ممكن برضو نشوفها بالمنظار، بتشوفها بالمنظار بتبين لنا برضو. ممكن كل نشخص التكيسات المبيض، التكيسات المبيض دي بس بتشخص اكتر بالسونار، الاشعه الموجات فوق الصوتيه. ده بنشوف ان المبيض نفسه كبير شويه، في تكيسات او الحويصلات بتاعه البويضه نفسها كتير على حوالين الجزء الخارجي للمبيض او الجزء اللي هو قريب من الخارج المبيض. بنسميها تليف دي يا دكتور؟ لا، هو الاسم الدارج او الناس المتعارف عليه الدهون على المبيض. دهون على المبيض. هي دهون على المبيض سموه كده على اساس ان التكيسات دي بتيجي اكتر للسمان. بس احنا بنشوف كتير قوي رفيعين برضو عندهم تكيسات، عندهم التكيسات دي. لكن هو في الغالب بيجي كده. طب ناتج عن ايه يا دكتور؟ ده السبب بتاعه مش واضح برضو لحد دلوقتي. في الغالب بيكون جينات وراثيه يعني. عوامل وراثيه في الغالب. بس لقينا الانسيدنس بتاعه عالي قوي اليومين دول. ممكن يكون عشان المأكولات، جايز ممكن المأكولات الجاهزه والحاجات دي برضو، وبعد حاجات والاكلات اللي فيها دهون برضو بتاثر يا دكتور على الحاجات دي. الاكلات اللي فيها دهون مفيده، اصل في دهون مفيده اللي هي اسينشال امينو اسيدز، في دهون انت قلت مفيدة. الدهون المفيده للسمك اللي هي الاسماك الدهنيه، السلمون مثلا، الماكريل، السمك الماكريل دوت مفيد جدا. انا اعرف مفيد جدا اللي هو عشان يجيب فيتامين د. فبرضه حافظه كل حاجه فيها نسبه اوميجا عاليه جدا. غير اي اسماك، مع ان الناس بتقول لك السمك الماكريل ده احنا ما ناكلوش، ده زفر جدا، بس في نسبه اوميجا عاليه جدا. طبعا صح يا دكتور؟ طبعا اللي هو زي اوميجا الشرايط، اوميجا 3. اوميجا 3 تمام. التكيسات دي احنا لقينا برضو في بحث برضو بدأنا فيه، انا مش عارف، انا بدأنا نعمل ابحاث كتير على فيتامين دي وعلاقتها بالامراض النساء نفسها يعني. عملنا على الاورام الليفية وبنعمل دلوقتي على التكيسات. تمام. لقينا برضو نفس القصة، ان التكيسات بتيجي مع الديفيشنس بتاع الفيتامين دي، مع نقص فيتامين دي. فبدأنا ندي فيتامين دي، بدأ اللي هو المظاهر بتاعت فيتامين دي اللي هي الديفيشنسي، اللي هي ايه؟ المظاهر الذكورية يعني. تلاقي دايما اللي عندها تكيسات في شعر طالع في دقنها، شعراي على الاقل سودة مش الابيض او الاصفر، شعر في صدرها، الشعر اللي هو التوزيع الذكوري، عندها تستيرون عالي. فلقينا برضو مع الفيتامين دي لما بدأ يتصلح، بدأ المنافسيشن دي بدأت تقل شوية.
يعني هي الستات بيبقى عندها نسبه هرمون الذكوره ده اه موجود طبعا موجود طبعا موجود ده بس بنسبه معينه خلق طبعا طبعا بس لما عندهم تكيسات دول عندهم في الاوفري حاجه اسمها هايبرثيكوزس اللي هم الكور بتاع الاوفري نفسه بيطلع تستوستيرون بس عنده عالي شويه يعني حضرتك عايز تقول فيتامين دي بيعالج برضه بيعالج ليه دور في علاج التكيسات والله يا دكتور اكتر من كده اقول لك انا ليه دور كمان في تكوين الكرات الدم الحمراء الهيموبوليسيس فبالتالي برضو احنا انا اعرف اللي في ناس بيبقى عندها نقص في كرات الدم الحمراء او زياده في كرات الدم البيضاء هي ديت لا دي كره الدم البيضاء ده ديفنس ميكانيزم اللي هو الحاجات اللي هي المناعه وبيزيد مع الالتهاب اللي هو كره الدم البيضاء كره الدم الحمراء ده اللي هو بنطلق عليه نقصه انيميا فالانيميا دي احنا بدانا برضو بدانا ندى واحد برضو كان دكتوراه الرساله برضو عن فيتامين دي مع الانيميا في ناس خدناهم مجموعه تاخد انا شايف بس دكتور بعزتك كلامك ان فيتامين دي ده والله عامل اساسي الحياه كل حاجه بتذكره هو عامل كبير وكان يعني في السابق كان منسي لسه هحكي يعني بس برضه هو دلوقتي بس بيقولوا دلوقتي لا ده هو تجاري لا ده هو بمعنى تجاري ان بداوا المعامل بقى تطلع فيتامين دي بقى عايزين يجيبوا كيتس كتير بس انا سمعت عنه يا دكتور دلوقتي من ساعه كورونا انا من ساعه كورونا يعني لفت نظري فيتامين الفيتامين ده لا فعلا برضو ابحاث فعليه لا فعلا الناس اللي هي مش حكايه انه اللي عندهم فيتامين دي كويس ان هم ما يجيلهمش كورونا لا هيجي لهم بس بيقلل لو كان النسبه بتاعتهم كويسه الليفل بتاعهم كويس فوق ال 35 بيعلي جهاز المناعه بيعلي جهاز المناعه ويقلل المضاعفات التنفسيه والمضاعفات الثانيه اللي هي ممكن تحصل مع ال يا جماعه فيتامين الفيتامين ده شوفوه كده واعملوا التحاليل بقى بيت اقول لك الفيتامين ده كمان الفيتامين ده ليه دور كبير قوي في المناعه في السرطانات في حدوث السرطانات برضو يعني اللي عندهم ديفيشنسي عرضه اكتر للسرطانات اللي عندهم ديفيشنسي عرضه اكتر للكارديك ستروك والبرين ستروك اللي هو السكته الدماغيه بس معانا تليفون الو الو مساء الخير يا فندم ام مكه معايا ايوه اتفضلي اتفضلي الدكتور معاكي اتفضلي اتفضلي يا فندم اتفضلي الو ممكن توطي التلفزيون شويه بس بعد اذنك تسمعي لنا من التليفون اتفضلي الدكتور مع حضرتك ازيك يا دكتور اهلا وسهلا اتفضلي بس رحت انا ثاني والده بقى لي 3 شهور كده وكنت عايزه وسيله حمل يعني امنه انت والده كم مره لسه اول مره اول مره طيب هو في حاجات يعني كتير قوي وسائل لمنع الحمل مفيش وسيلة قاطعة 100% آمنة وكويسة ومفيش مشاكل وإلا ما كانش فيه تعدد تعدد الوسائل بالظبط كل واحدة بتيجي احنا بنفصل لها هي مناسب ليها ايه تمام ده كله من هي والدة كم مرة هل زي مثلا واحدة متجوزة جديد وعايزة تأخر حمل ما ينفعش نديها مثلا IUD مثلا اللي هو اللولب مثلا لازم وسيلة معينة والفترة معينة تمام فبالنسبة للحالة دي احنا هنخيرها هي ممكن بتعالج من سكر او ضغط او اي حاجة لا مفيش اي حاجة الحمد لله مفيش حد في العيلة مثلا عنده سرطانات في الثدي لا 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 طب الحمد لله لا الحمد لله يبقى انت عندك السن قد ايه سن العمر قد ايه لا اتقطع ده ممكن نخيرها بين اشكرك يا مدام حاجات فضل. كتير بالنسبه لها ممكن تكون مناسبه في حاجات تناسب كل يعني مش كل واحد الحاجات اللي تناسبه تشبه لبعضها لا. يعني مش واحده بتاخد حبوب الثانيه تاخد حبوب في الحقن اللي بتتحط تحت الجلد الكبسوله اللي تحت الجلد الكبسوله اللي تحت الجلد فمش لا الكبسوله اللي تحت الجلد دايما احنا ما بنحبش للسن الصغير طب بعد اذنك يا دكتور فضل. فاصل ونرجع لكم ان شاء الله بعد الفاصل بتعالبايظ
بويز، الشركة الهندسية للصيانة بتقدم لك 20% خصم على جميع صيانات زانوسي، توشيبا، وارتويل، أريستون، كريازي. لو عندك تلاجة أو غسالة بايظة ما تشيليش هم، الشركة الهندسية للصيانة هتحللك كل مشاكلك وترجعلك أجهزتك الجديدة. كل اللي عليكي تتواصلي معنا على 010-62-52-93-68 010-23-76-55-41. ورجعنا لحضراتكم من جديد. اتفضل يا دكتور، كنا حضرتك المكالمة على المدام مكة. مكة هو طبعا بالنسبة لها بيبقى في مجال اختيار أوسع شوية، يعني بالنسبة للحبوب تبقى ممكن يعني حبوب تبقى هي غالبا بترضع طبيعي. لو بترضع طبيعي يبقى ما عندناش غير البروجسترون اونلي، اللي هو البروجسترون ما يأثرش على الرضاعة. يا دكتور ما يأثرش على الرضاعة ولا حاجة ده، بس كل وسيلة لها عيب وليها ميزة. طب انا عايزه اقول لحضرتك يعني من ضمن حضرتك بتتكلم في عيب، يعني ممكن الحبوب دي تاخر لها البريود، هي تخاف حبوب الرضاعه تاخر، هي بتاعت الرضاعه ممكن تاخر دوره او ممكن ما تديش طول ما هي ماشيه عليه بانتظام. طب هي بقى ممكن تقلق من حاجه زي كده؟ ايه المشكله؟ ما فيش حاجه اسمها الدوره مخزنه مثلا عايزه تنزل ومش نازله، لا ما فيش الكلام ده، هي ما تكونش اساسا. فبالتالي هي ما بتنزلش، ما بتعملش زياده في الوزن يا دكتور. والله ما نحملش الحبوب الزيادة في الوزن قوي. ما بتعملش عصبية؟ أكيد بعض الناس مش كله. يعني احنا عايزين نقول كده ونقول كده. يعني كله لها ميزة ولها عيب زي ما. هي عيبها طبعا انها تاخدها منتظمة على طول كل يوم في انتظام في نفس الميعاد، لو نسيت حباية بقى تاخدها اول ما تفتكر على طول. تبدأ تاخدها وتاخد التانية في الميعاد، عشان بيجي اكتئاب الحمل. يعني بعد الولادة في فترة اكتئاب بتيجي، فهي ما يجيلهاش فترة الاكتئاب وهي تبقى كده الدنيا تتلخبط معاها يعني. هو بس معلش كان في حاجة، بس حد كان باعت على الصفحة ان التليفون مشغول. استاذ وليد بعد اذنك بيقول له التليفونات كتيرة مشغولة طبعا، هم يعني الناس بتتصل كتير، فمعلش استحملونا. اتفضل يا دكتور. فهي الحبوب دي زي ما قلنا ليها في ميزه وليها عيب. ميزتها انها مش هتركب حاجه فورن، يعني ما عملهاش التهابات، ما عملهاش اي حاجه. بالزبط. عيبها بس انها تاخدها يوميا بانتظام في نفس الميعاد، يعني بدون توقف لحد ما تقرر انها تحمل تاني، او بعد ممكن من 6 شهور ل9 شهور مع الرضاعه المنتظمه. بعد كده ممكن ناخد الانواع التانيه اللي هو الحبوب اللي هي فيها نوعين الهرمون استروجين وبروجسترون. ده ميزتها بقى انها هتريحها خالص من حكايه الدوره دي، هتاخدها 21 يوم وتبطل تنزل لها دوره وتبدا فيه من ثاني يوم الدوره. طب افرض بقى بعد ال 40 يوم قالت لك انا حامل، انا بقيت حامل على البرشام اللي انا باخده ده. بصي، هي كل وسيله ليها نسبه فشل. بس طبعا احنا لو عايزين وسيله بانتظام امنه. مفيش احنا عايزين وسيله امنه يا دكتور. مش عايز اقول لك الطلاق يعني. هي ما فيش وسيله امنه 100%. والا كانت تبقى حاجه واحده وكان كله مش عليها. فهي الوسيله بتبقى ليها ميزه وليها عيب. وكل حاجه وليها نسبه فشل، بس اقل نسب الفشل اللي هي الحبوب. لو خدتها بانتظام وبمعدل كويس. ممكن الخيار الثاني بالنسبه لها اللولب. لولب النحاسي، اللولب الهرموني، يعني مش الهرموني مبدئيا، نمشي في اللولب النحاسي العادي. مشكله بس اللولب حاجتين، وانا بقولهم دايما لاي واحده عايزه تركب لولب او خيارها ايه. احنا حاجتين، انه بيزود دم الدوره، يعني اللي هيجي لها كان 3-4 ايام ده هيزيد 4-5 ايام. بيزود نسبه الالتهابات. بعض الستات مش كلهم، بعض السيدات مش كلهم، فلازم تبقى عارفه الموضوع ده. ولو في احنا بنقول كده وبنقول كده فهم يتخير. بعد كده في حاجات تانية بقى اللي هو الكبسوله تحت الجلد. معلش يا دكتور، استاذ حضرتك معايا بس مكالمه. الو. طب هو الخط قطع. الكبسوله دي مناسبه لكبار السن شويه،
مش عايزين نقول كبار السن قوي، ما بقاش كبار ولا حاجه. كبار السن ازاي بقى هتتبعي يا دكتور يعني؟ مش كبار قوي يعني، فوق ال 35. يعني مش لسه للبنات اللي لسه متجوزين صغيرين. لا ما ينفعش، عشان دي برضو دي هتاخدها وتحطها، تحطها بعمليه صغيره بينج موضعي، وبرضو لو عايز تخرجها هتخرجها برضو بعمليه صغيره للبينج موضعي. بس لو اتخبطت فيها بقى ولا اي حاجه دكتور؟ مفيش مشكله، هي سيلاستيك يعني، وتحس بيها يعني؟ لا بتحسها تحت الجلد. بس هي ما هياش احساس ضعيف يعني. لا احساس ضعيف كده، هي إلاستيك خالص يعني. حاجه يعني سيليكون، لو مسكتيها يعني لو مسكتيها وتنتيها مفيش اي مشكله. الخيار اللي بعد كده اللي هي الحقن. في حقن كل شهر، في حقن 3 شهور. 3 شهور نفس القصه بتاعت الكبسوله بتاعت الجلد. معلش معايا تليفون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ممكن اعمل مداخله؟ ارحب بك يا استاذ محمود. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. وارحب باستاذه نجلاء. اهلا بحضرتك يا حبيبتي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك واستاذ او دكتور فهد، ارحب بيه طبعا. نورنا نورنا. اهلا وسهلا. طبعا الحلقه جميله قوي، وهو من الناس المحترمه، بارك الله فيك، وربنا جعل في وش القبول طبعا. الله يخليك يا فندم. وهو بجد من الدكاتره الكويسه قوي بصراحه. بارك الله فيك. الله يخليك. شكرا. الله يكرمكم ان شاء الله، تقدم وحلقه ان شاء الله تبقى حلوه باذن الله. في عند حضرتك اي سؤال؟ طيب ما لسه بقى. لا شكرا، انا بس حبيت يعني اسلم عليكم واقول لكم الحلقه جميله. ربنا يعز حضرتك. شكرا. اشكرك لاتصالك. شكرا لذوقك. دي شكلها كانت يعني تعرف حضرتك يا دكتور. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك يا دكتور. ربنا يخليك يا دكتور. انا بقى عايز اتكلم على الافلام الانبيه يا دكتور، يعني وتحكي لنا كده الدنيا فيها. نجاوب على سؤال كده اخيرا. ان هي تتخير بين يا حبوب يا لولب. ما تحاولش وهي سن ده انها تركب لولب، تركب كبسوله او تاخد حقن. يعني ده المعتاد والطبيعي. المعتاد الحبوب لا لولب. طيب خلاص. قول لنا بقى اطفال الانابيب دكتور، يعني اطفال الانابيب دي من الحاجات مش جديده قوي دلوقتي، بس كانت يعني قلبت خالص الموازين. كنا قبل كده كنا الحالات اللي فيها انسداد في الانابيب كان فيها مشاكل جامده في تاخر الانجاب، ان احنا ما نقدرش. معلش معانا تليفون تاني. معانا تليفون. الو 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 الو. ايوه اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. نتشرف باسم حضرتك. مدام مروة. اهلا وسهلا يا مدام مروة. معاكي دكتور فهد، اتفضلي. اهلا وسهلا مدام مروة. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، ازي صحتك؟ انا بشكر حضرتك جدا على كل حاجه بتعملها، انا بصراحه انت دكتور محترم جدا. الله يخليك يا فندم. الله يخليك يا فندم، بارك الله فيك. حضرتك مش عايز تسالي؟ عايز اقول لحضرتك النهايه وزمن بيسلموا عليك. نعم. اللي ايه؟ هيا وزمن بيسلموا عليك. يا اهلا يعني وسهلا. يعني انت اللي جايبهم بقى للدنيا بعد ربنا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. طب ما فيش اي سؤال حضرتك عايز تسالي للدكتور؟ لا لا لا، الدكتور مش مخلينا عايزين حاجه بصراحه. الله يخليك. اشكرك يا استاذه مروه. شكرا لاتصالك يا حبيبتي. شكرا لاتصالك. انا دكتور اطفال الانابيب والتلقيح الصناعي. زي ما قلنا قبل كده، كان اللي عندهم انسداد كامل في الانابيب وفيهم مشاكل كبيره، بنضطر نعمل لهم حاجه اسمها مايكرو سيرجري، اللي هو الجراحات الدقيقه. تمام. كنا بناخد فيها فتره طويله، وكانت نسبه نجاحها لا تتعدى 10%. تمام. فكانت الامور ما هياش برضو مقنعه قوي، وغير كده كان برضو في الاول اطفال الانابيب كانت غاليه جدا. وكان برضو مركز او اتنين بالكتير في معينين بس. ودكاتره مشهوره جدا هي اللي بتعملها. وهم ربنا يكرمهم يعني علموا برضو اجيال، فبدا تنتشر شويه، بدات الامور تهدى شويه وترخص شويه. تمام. فبدا الحالات دي يبقى ليها امل كبير. دي كانت الحالات اللي اتعملت ليها مخصوص. معلش يا دكتور انت ما شاء الله يعني احبابك كتير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اهلا وسهلا محمد. ممكن اتكلم مع الدكتور لو سمحت؟ اتفضلي يا ست الكل. ماشي. اتفضلي. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ اهلا وسهلا، ازي صحتك؟ حضرتك ممكن لو سمحت انا بشكر حضرتك على الحلقه يعني. لا العفو يا فندم. بس حضرتك عايز حضرتك تعيد اسم الفيتامين اللي انت كنت بتقول عليه. ايه؟ الفيتامين اللي حضرتك كنت بتقول عليه. اللي هو فيتامين دال. فيتامين دال. 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 بس مش اي حد هياخده كده هبازر يعني. لازم برضو نشوفه ونشوف نسبته. حضرتك انا كان عندي تقيس وانسداد في الانابيب،
وعندي يعني شوية مشاكل كده، فحضرتك يعني من سألت على السلم ده قلت ده كويس يعني، وأنت دكتور محترم يعني. الله يخليك يا فندم، بارك الله فيك. وحضرتك بشكرك على الحلقة الجميلة دي يعني. لا العفو يا فندم، العفو يا فندم، شكرا. والحلقة دي هتتعاد امتى كام سنة؟ الحلقة دي هتتعاد بكرة إن شاء الله. إن شاء الله هتتعاد بكرة إن شاء الله يا فندم. الساعة كام؟ ان شاء الله يعني الصبح كده ان شاء الله الساعه 9 ان شاء الله. مش هتكملي معانا ولا ماشي؟ ماشي حضرتك. انت مش هتكملي الحلقه معانا ولا ايه؟ اه حضرتك انا اسمع فاطمه الدكتور، ما الحلقه الجميله مع الدكتور. الله يعزك، شكرا، اشكرك يا مدام. ايوه يا دكتور اتفضل. فكان المناظير دي فاتحه كبيره قوي للحالات اللي كانت ميؤوس منها شويه، او يعني هي لازم نقول ان لازم تعمل، وخاصه برضو الحالات اللي هي فيها اسباب ذكوريه، يعني كان في مثلا عدد الانابيب بتاع ده، عدد الحالات المنويه قليل قوي او ما فيش، كان برضو كان في مشكله كبيره قوي، فده غيرت الامور خالص. فبدانا اطفال الانابيب دي برضو دلوقتي للحالات برضو اللي هي اللي فيها التصاقات كتيرة، فيها اندوبتروز اللي هو البطالة المهاجرة، الحاجات دي كلها كانت برضو ايه حلت مشاكل كتير جدا بالنسبة للحالات دي. اكيد. فاحنا بس هو دايما دايما بنخليه اخر حل، اخر حاجة، اخر حل للتأخر الانجاب، ما هواش اول حاجة. بس اليومين دول بدأوا الناس تتجه له؟ اه. ليه؟ بصوره غريبه. بسهولة أم بقى. أم يعني انا انا لسه هعمل انذار؟ لا ايه ده، لا ده انا راح ادخل على انا لسه المنزل. انا مش عايز اخش اطفال انابيب. او بيستعجلوا يعني حضرتك؟ بيستعجلوا شويه. مع ان انا لما يجوا دول انا بنبههم كويس قوي ان الاطفال الانابيب ده لازم تكون اخر حاجه لاسباب كتير جدا. اولا مكلفه. ثانيا نسبه النجاح فيها ما هياش كبيره قوي، نسبه النجاح فيها 35 40% بالكتير. يعني لو 10 عملوا تمام فهم، 4 تفشل، 4 تنجح و6 يفشلوا، فبالتالي احنا بنخليها اخر حاجه وبفهمهم كده كويس. طب قبل اخر حاجه يا دكتور معلش معانا مكالمه. وانا عايز اسالك بس على حاجه يا دكتور. الو. ايوه استاذه رانيا، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ مع حضرتك، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، ازي صحه عند الراجل. انا مريض تكيسات موبايل. اي. والبريت عندي دايما متاخره وبقالي 10 سنين متجوزه وما حملتش ولا مره. وعملت حقن فجري وحملت الطقم بس ما كملوش. يعني ولدت ولاده مبكره كده في نص السادس. اي. وكانت الدوره منتظمه بعد ما ولدت وكده ودلوقتي بقالها من شهر 9 ما جاتش. طيب هو السبب انك انت عملتي حقن مجهري كان ايه السبب؟ تكيسات بس ولا كان في مشكله بالنسبه للزوج؟ لا زوجي كويس جدا، انا اللي كان عندي مشاكل يعني انا اللي ما حملتش ولا مره وتعالجت كتير وخدت المشكلة. عملتي منظار، كويت الموبايل، شفت الانابيب كويس ما فيهاش مشاكل، كله تمام؟ لا ما عملتش منظار لان انا كنت عامله عمليه الزايده وبعدين اتعملت غلط فدخلت استكشاف. ما ينفعش ان انا اعمل يعني منظار وكده، بس عملت منظار رحمي لما عملت الحقن المجهري. ايوه ايوه. وطلع كويس مش حاجه يعني. تمام. هو فرصتك في الحمل مع اطفال الانابيب بتبقى كويسه، بس هي المشكله حكايه ان كانوا توأم، فبالتالي هو نسبه انه يحصل ولاده مبكره في التوأم او التوائم بتبقى اكتر شويه، فبالتالي كان يعني ما اعرفش انت عملت ربط عنق رحم مع الحمل التوأم؟ عملوا لي ربط كده في اواخر الثالث التالت كده، عملت ربط كل حاجه بس برضه ما واحد مات ما عادش الثاني شهر بالظبط وبني ولادك مبكرة. طيب المفروض يعني تعملي فحوصات بحيث ان احنا نشوف هل في عندك كان ضغطك عالي او حاجه مع الحمل ده؟ مش عارفه، وانا فجاه وجنت كده وحسيت ان انا بترق ورجليا كانت مرمى على الاخر يعني مرمى جدا. ممكن يكون ده حاجه احنا بنسميها تسمم حمل، بس مش اكيد طبعا، كانت لازم تعملي فحوصات وتشوف الضغط اخباره ايه، تشوفي زلاف البول، الحاجات دي كلها.
وكانت عايزه متابعه شويه منك، انك انت تبقي برضو متابعه شويه مع الحمل، وخاصه ان هو حقن مجهري، فبالتالي كان عايز. تابعت والله تابعت كتير، بس طبعا اللي انا غلطت ان انا كملت مع المركز وكده، لان انا يوم ما حصل لي ده الدكتور ما قدرش يعمل لي حاجه، قال لي في وعد مرداش، وطبعا في المرداش ولدوني يعني، ما خلوش البيبي يعني. والله ده نصيب، بس هو ما قدمناش غير ان احنا نبدا نحاول مره اخرى، ونبقى برضو حريصين شويه ونعمل ربط، حتى لو كان بيبي واحد، على اساس ان عنق الرحم عندك غالبا كان فيه ضعف، فبالتالي حصل ولاده مبكره، فلازم بقى في الحاله دي ان ربنا يسهل ان شاء الله وتعملي الحقن تاني. انت عامله بالك قد ايه كده؟ انا ايه؟ والده بقالك قد ايه؟ انا كده داخله على سنتين، بقالي سنتين. شهر 5 الجاي بقالي سنتين. ما عملتيش اشعه بالصبغه ولا حاجه قبل كده؟ عملتها اول ما كانت الاهالي واخبارها ايه؟ كويسه ولا كانت قافله؟ كانت كويس يعني، الدكتور اللي عملها لي قال لي ما فيهوش حاجه. يبقى غالبا كان في التصاقات من الزايده اللي فاتت دي. انا عملت زايدة وانا بنت وبعمل غلط. الالتصاقات دي ممكن تكون من بطانه البطانه بتاعت المهاجره؟ لا، هي بالنسبه لها في حاجه صريحه موجوده. استاذ لك دكتور، في اي حاجه ثانيه مدام سؤال ثاني حضرتك تسالي للدكتور؟ طب انا دلوقتي بناء على الدوره بتاعتي اللي ما جاتش من يوم 9 هي في شهر 9 ما جاتش، من شهر 9. من شهر 9. طيب هنشوف بالسونار، نشوف التكيسات دي مؤثره او لا، ونشوف برضو بعض الفحوصات اللي هو AMH اللي هو انتي بلوي هرمون، نشوفه عالي ولا لا. التكيسات دي موجوده، يبقى غالبا سبب تاخر الدوره دي هو التكيسات، فبالتالي لازم نعالج التكيسات دي طبعا. اشكرك يا مدام، والدكتور هيرد على حضرتك. اتفضل. هو رد عليك حضرتك يعني، لو في اي رد تاني هو رد يعني. عليك لو كانت سمينه تخس، تاخد فيتامين دي، تاخد سيدوفاج اللي هو الجلوكوفاج او سيدوفاج ايا كان. والمتابعه لازم نصلح دي على اساس يحسن نتائج الحقن المجهري المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور، تقول ايه للبنات اللي عندهم الم من الدوره الشهريه، بنات وبتفضل ملازمه معاهم بعد الزواج، علاجها ايه؟ بصي، هو في نوعين من الالم، او تبقى سببها دي. ايه؟ نوعين من الالم دي، في حاجه اسمها برايمري امريه وسكندري امريه. برايمري دي اللي هو غير معروف، ما فيش سبب واضح ليها غير انها انس. قولها لهم عادي بقى علشان هم يبفهموها. ايه بقى اللي هي؟ مفيش سبب. مفيش سبب يعني نعمل لها سونار مثلا، مفيش اي مشاكل، لا كيس على المبيض ولا كيس ولا اي مشكله، ما عندهاش التهاب في الزايده، ما عندهاش مثلا امساك مزمن، ده ممكن يعمل لها الحاجات دي. ودايما اللي هو النوع الاولاني ده بيجي يدوبك قبل الدوره بيوم مثلا، ويبدا يزيد وبعد كده يختفي مع نزول الدم. وده دايما بيبقى فيه وجع تحت البطن كده شويه، وبيسمع لرجليها، وهي عارفين برضو الكاركترز بتاعتها. النوع الثاني بقى اللي هو كونجستيف، اللي هو احتقان في الحوض. احتقان في الحوض ده ممكن يجي لها لاسباب بقى. هل عندها بطانه مهاجره؟ هل عندها كيس على المبيض؟ هل عندها يعني اللي هو كرون كونستيبيشن، اللي هو الامساك المزمن. الحاجات دي ممكن تعملها احتقان في الحوض، فبالتالي بس الكاركترز بتاعتها او المواصفات بتاعتها انها بيجي لها الالم قبل الدوره باسبوع. ومفيش حاجه الدوره ايه هتجيلي بعد اسبوع اول ما ومفيش حاجه تنزل يعني لحد يعني. تنصحهم بقى يا دكتور اللي هم برضو يكشفوا البرايمري امريه ده لازم يشوفوا طبعا قبل ويشوفوا عشان لو عندهم اي مشكله يقدروا اللي هم يعالجوها. لو مفيش اسباب بقى تاخد انالجيزك خفيف، اللي هو الحاجات اللي بيبروفين والحاجات دي، وبعد كده تعمل بقى رياضه شويه، اذا كان السمينه تخس شويه. وبالتالي الحاجات دي بتروح شويه. الرياضه بتقلل الالم ده؟ تقلل والله. هو البريث روشلد يعني دايما اللي هو بتوع الرياضه بيحسوا بالم عالي شويه، اعلى من التانيين. التانيين تلاقي اي الم اكيد التاني بيتحمل شويه. الثريشولد بتاعه او الدرجه اللي بيحس بيها بتبقى اعلى. معلش يا دكتور، بس طبعا عشان لدي نهايه الحلقه وكده، بس كنت عايز اسال حضرتك على تكلمنا عن تسمم الحمل. بص يا سيدي، تسمم الحمل ده اللي هو الكابوس بتاع امراض النساء والتوليد. كابوس الدكتور النساء اللي هو البريكلامسيا والاكلامسيا، اللي هو تسمم الحمل والتشنجات. تمام. تسمم الحمل ما هوش سم،
لا هو احنا حتى احيانا بنسميه انسمام الحمل. تمام. يعني ضغط عالي مع وجود زلال في البول ده بنسميه، ومع تورم. التورم ده طبيعي في اي واحده حامل، لازم تورم ايديها. وفي سكر بيجي سكر حمل يا دكتور برضو مع سكر حمل ده دايما غالبا بيهواش عندها سكر من الاول. لا سكر حمل ده غالبا بيجي مع اللي عندهم تاريخ مرضي في العيله، ان ابوها امها عندها السكر، فبالتالي دي مؤشر ان ممكن يجي لها سكر على السن الكبير. هو بيجي لها في اخر الحمل، في النص الثاني من الحمل. وبعد كده بيختفي بعد الولاده، لما تخش البربيريوم او النفاس يعني تخلص 6 اسابيع بتلاقيه انتهى خلاص خف. طيب دكتور بقى في نهايه الحلقه ايه الحاله قبل دي بس ايه الحاله اللي حضرتك ولدتها وكانت حاجه كده غريبه، حاجه يعني كده جميله كده او غريبه او انت استعجبت بيها؟ هو ان في حاله كانت يعني زي باراشوت كده جايه طوارئ وفولاده والعيل خلاص نازل، فبالتالي احنا بنخش خلاص لا بنبص سونار ولا بتاع، احنا يا دوبك نسمع البيبي كويس خش ولاده. تمام. وهي كانت متشخصه انها توأم، فقلنا الاولاني نزل بدماغه فهنولد طبيعي مفيش مشكله. ما شاء الله. الاولاني نزل تمام الاطفال خدوا، الثاني نزل كويس الاطفال خدوا، احنا لاقيين لسه البطن عاليه شويه. تمام. مش هو ده اللي تمام. فبدا ايه بص الاقي الثالث واحد ثاني تمام ثلاثة يا دكتور ما شاء الله. ما شاء الله طبعا مفاجاه لينا وللزوج مفاجاه لينا بصراحه. طبعا يا دكتور حضرتك شرفتنا ونورتنا وبجد يعني كنا سعداء بحضرتك في الحلقه جميلة، ومش هتبقى اخر حلقه يا محمود ان شاء الله. اكيد يعني حضرتك هتجيلنا تاني وتاني ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا دكتور فهد. بنشكرك يا دكتور فهد. اعزائي المشاهدين استمتعنا معاكم بالحلقه، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها، وابقوا معنا الأسبوع الجاي يوم الجمعة الساعة 11. دمتم على خير، تصبحوا على خير.